وللوقوف عند القمة الخليجية 41 ومخرجاتها وما سبقها من مصالحة خليجية، ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض مبارك العاتي المحلل السياسي السعودي. أستاذ مبارك، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. أستاذ مبارك، يعني لقيت القمة الخليجية 41 التي استضافتها اليوم السعودية، وقد أيضا شهدت التوقيع على اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية ترحيبا إقليميا ودوليا، كيف ترون هذه القمة من حيث الترتيب والمخرجات بشكل عام؟ بالفعل يعني تعتبر القمة 41 من أهم القمم في تاريخ المنظومة الخليجية، وهي قمة مفصلية في العمل الخليجي المشترك، خصوصا أنها أسفرت عن توقيع بيان العلا الذي أكد المصالحة الخليجية وطي صفحة الخلاف تماما وفتح صفحة جديدة من علاقات الوئام والتعاون والتآخي ورأب الصدع وطي صفحة الماضي ولم الشمل الخليجي. تمكنت الدبلوماسية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين مكسمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وأصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون الخليجي بالتوصل لهذا الاتفاق التاريخي الذي توسطت فيه دولة الكويت ودعمته الولايات المتحدة الأمريكية، وتمكنوا من إنهاء خلاف مرير ومؤلم هز أركان مجلس التعاون الخليجي، إلا أن عقلاء وقادة مجلس التعاون الخليجي تمكنوا من تطويق ذلك الخلاف والتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي الذي وضع المنظومة الخليجية أمام مرحلة جديدة من التعاون والتآخي وترتيب البيت الخليجي من جديد. أستاذ مبارك، كيف تقيم تمثيل دول الخليج في هذه القمة وغياب بعض القادة عن هذه القمة رغم دعوتهم؟ يعني الأهم أن القمة انعقدت في تاريخها وفي وقتها، وأنها أسفرت وأثمرت هذا الاتفاق التاريخي. تمثيل الحضور من عدم أعتقد أنه ليس مهم بقدر ما هو حضور الدولة، وهناك حرص كبير جدا من الدول الخليجية على الحضور لهذه القمة عبر التاريخ الطويل لهذا المجلس والذي يدخل عقده الخامس عبر هذه القمة. لم يتغيب دولة من دولة عن القمم، يختلف التمثيل من مستوى لآخر طبقا لظروف تلك الدولة من عدمها، لكن الأهم هو الحضور الكامل النصاب الذي أسفر عن التوقيع، بل أسفر أيضا عن توصل إلى عدد من إقرار عدد من البنود السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية بل والطبية أيضا، والتي تصب في جميعها لصالح المواطن الخليجي ولصالح استمرار الرخاء والنماء للشعوب الخليجية. أستاذ مبارك، سأعود إليك يعني بعد قليل، ولكن أذهب إلى من المنامة عبر سكايب الأستاذ جمال أبو حسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية. أستاذ جمال، مرحبا بكم. اليوم لا يوجد خاسر، اليوم كل العرب فائزون. في هذه الأوقات كيف ترى المقابلة التي كانت من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأمير قطر الشيخ تميم؟ هل تمحو ما كان في السنوات الثلاث الماضية؟ أولا أمسي عليكم الخير وعلى ضيوفكم الكرام وعلى السادة مشاهدي قناة الرافدين، وأشكركم لتحتكم الفرصة لي لإلقاء الضوء على نتائج قمة دول مجلس التعاون الخليجي. أمانة يعني شيء يثلج الصدر وشيء في الحقيقة يعبر عن الأخاء، يعبر عن المودة، يعبر عن اللحمة الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين قادة دول مجلس التعاون الخليجي. حقيقة اللقاء اليوم كان لقاء يبشر بكل خير في سبيل حفظ اللحمة الخليجية وحفظ البيت الخليجي من تصدع ومن ورأب الصدع الخليجي. اليوم يعني كلنا كخليجيين وعرب نشهد ونشيد بما رأيناه من خلال
الإعلام وما لمسناه من حب وتقدير بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي. طيب سأعود إليك أستاذ جمال، ولكن أذهب إلى الأستاذ مبارك. أستاذ مبارك، إلى أي مدى ترى أن مخرجات القمة 41 قد أرضت كل من حضرها؟ بداية أحيي الأستاذ جمال وأسعد أن أكون معه في هذا البرنامج عبر هذه القناة العريقة. بكل تأكيد أن القرارات التي تم التوصل إليها هي تصب في صالح المنظومة الخليجية كمنظومة، كحكام، كقادة، كدول وكشعوب. ولذلك مسألة الرضا من عدمه هي حاضرة من الشعوب ومن القيادات، وهناك رضا تام لمسناها في المؤتمر الصحفي، في المركز الإعلامي، ردود الفعل التي رصدناها التي ظهرت عبر القنوات، كان هناك يعني رضا تام عن نتائج هذه القمة التي بكل تأكيد نقلت العمل الخليجي المشترك، أثبتت أن البيت الخليجي لا يزال قويا ومتماسكا، أثبتت أن الاختلافات ربما تحدث لكنها يجب أن لا تتطور إلى خلاف ثم نزاع، وأن حكماء الخليج بقيادة خادم الحرمين الشريفين حقيقة تمكنوا من تطويق وحل هذا الخلاف بقرار حاسم وشجاع من القيادة السعودية التي أثبتت أنها الدولة الأكبر والدولة الأقوى والدولة الأقدر. نعم. على لم شمل الجميع، والدولة القادرة حقيقة على رأب الصدع، وأن تتوجه هذه المنظومة كمنظومة إلى معالجة الأوضاع العربية والتصدي للأخطار والتهديدات التي يمثلها العدو الإيراني المتربص في العالم العربي، أيضا الأنظمة في المنطقة التي تتربص بأمن الدول العربية كان الإسرائيلي، هناك العديد من الأنظمة التي تتربص بنا. بكل تأكيد أن رص الصف الخليجي وتحشيد هذه الجهود من شأنها رأب الصدع، تحقيق الأمن القومي والأمن الخليجي. نعم. أيضا معالجة الملف اليمني. بكل تأكيد أن هذه القمة أسفرت عن توحيد الكلمة وعن توحيد الجهود وقطع الخط عن المتكسبين من خلال استمرار هذه الأزمة. أستاذ مبارك، سأعود إليك ولكن أنتقل إلى الأستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني أكد البيان الختامي للقمة الخليجية على التهديد الإيراني للمنطقة ولدول الخليج بشكل خاص، ما هو المأمول بعد هذه المصالحة تجاه إيران؟ أمانة يعني إيران اليوم تشكل الخطر الأدهم والأكبر والأعظم والأخطر على دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا وعلى الأمة العربية عموما. طبعا كل يعني كل البيانات الخليجية التي يعني صدرت عن قمة القادة دائما تؤكد على أن إيران هي الخطر الذي يهدد أمن الخليج، ودائما تطلب يعني البيانات تطلب من المجتمع الدولي أو تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات والممارسات الإيرانية ضد الدول العربية وضد دول مجلس التعاون الخليجي. المطلوب اليوم منك دول مجلس التعاون الخليجي رص الصف، العمل على يعني فضح الممارسات الإيرانية، العمل على توحيد الجيوش، العمل على تقوية البيت الخليجي من الداخل للوقوف ضد العدو اللدود، العدو الأكبر ألا وهو النظام الإيراني. اليوم في الحقيقة يعني إيران تشكل خطر على أمن القومي الخليجي من خلال، ليس من خلال تدخلات الخارجية، في يعني إيران من الخارج تتدخل في شؤوننا الداخلية، ولكن لدينا في دول مجلس التعاون الخليجي خلايا نائمة إيرانية، يعني هم مواطنون خليجيون ولكن ولائهم للنظام الإيراني. لا ننسى كذلك الميليشيات التي أو الأذرع الإيرانية مثل الحوثي، مثل حزب الله، مثل الحشد الشعبي. نعم. كل هذه الميليشيات الإرهابية هي ذنب من أذناب النظام الإيراني وتهدد أمن القومي الخليجي. لذا علينا كدول مجلس التعاون الخليجي اليوم أن نمارس حقنا في الدفاع عن أوطاننا من خلال تماسكنا، تماسك الجبهة الداخلية ضد العدو الخارجي والعدو الداخلي.
عبر سكايب من المنامة جمال بو حسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، انتقل إلى الأستاذ مبارك. أستاذ مبارك، يعني ربما يكون هناك سؤال جدلي، زيادة إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، هل له علاقة بالمصالحة والقمة المنعقدة هذا اليوم؟ يعني بكل واقعية يا أستاذنا، النظام الإيراني اليوم لديه أطماع واضحة وساغرة منذ حدثت ثورة الخميني أو ثورة الملالي عام 1979، وهذا النظام لا ينكف حقيقة ولا يتوقف عن أطماعه النووية، بل حتى النظام الصاروخي. ولذلك عندما يعلن اليوم عن زيادة نسبة التخصيب من 3% إلى 20%، ثم يجري عرضا عسكريا للطائرات بدون طيار في حركة استفزازية للمجتمع الدولي، وبكل تأكيد أول من يرصد هذه الاتفاقيات وهو أول المعنيين بهذه الاتفاقيات أو بأي وئام عربي. لكن مسألة التوسع في برنامج النووي، هو ندرك أن لديها أطماع توسعية في البلدان العربي، في الشام بأكملها، في العراق لا تزال أدواته تحاول تقويض عمل الحكومة العراقية، في اليمن، في كل مكان، حتى في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية. لكن مسألة زيادة التخصيب مع عدم هذا، تقع المسؤولية على المجتمع الدولي الذي داهن ونافق هذا النظام، ومعتقدا أن سياسة الاحتواء ستحفزه على عملية السلام، بل نحن أكثر من صبر غور هذا النظام وأكثر من تأذى من هذا النظام. لذلك نقول للإدارة الأمريكية الجديدة أن أي حوار مع هذا النظام يجب أن تشرك فيه المنظومة الخليجية، وتحديدا المملكة العربية السعودية، لأنها أكثر الدول التي عانت من هذا النظام، وهي أكثر الدول العربية الأقدر على مواجهة هذا النظام، وهي أكثر الدول القادرة على قطع اليد الإيرانية من الوصول للدول العربية. من الرياض مبارك العاتي المحلل السياسي السعودي، شكرا جزيلا لكم.